دكتوره لوتس عبد الكريم. محبش اقول كلمه دكتوره طبعا دايما، بس انتوا بتطلبوا مني ان انا اعرف يعني لان معايا دكتوراه في الفلسفه من جامعه باريس، وخريجه اداب اسكندريه قسم فلسفه، وعشت في لندن 4 سنين، وعشت في باريس، وعشت في طوكيو. الظروف يعني سمحت لي بالحياه والطواف حول العالم، والتقيت بالملكة في باريس وشفتها أخيرا في مصر، وكان بيننا الحياة المجتمع اللي هي يعني شجعتني إن أنا أعمل لها معرض عندي، والفن أعانها على الهم اللي هي شافته، لأنها طبعا ملكة كانت على العرش وفجأة لقت نفسها بدون نقود وبدون مأوى وبدون أهل وبدون حياة، فتنقلت أنحاء العالم وكانت في حاجة شديدة جدا للمال، فامتهنت الفن، خلت الفن مهنتها، وقالت لي أنا الفن لولا الفن كنت انتحرت. الفن أعني على الحياة، مش الحياة المادية طبعا، لا، الحياة النفسية الروحية اللي خلتها تقاوم وتعيش الفترة دي كلها. يعني أنا قلت لها أنا لو مكانك كنت انتحرت، لأنه يعني ألاقي نفسي من فوق العرش نزلت تحت خالص وبشحت، يعني بردون، يعني مش حتى يعني إنها محتاجة الموت محتاجة. بدأنا سنة 86، فكرة إنه يتعمل معرض هي 86. طب المدة اللي هي انتهت فيه في رسم اللوحات دي كلها؟ سنتين ثلاثة يعني اللي عشته. يعني فضلت كانت بترسم، وكنا بنعمل معارض بقى فنية، ويجوا من ناس، كان بيجي لنا بقى كل سفراء الدول الأوروبية لأنهم سامعين إن دي كانت ملكة على العرش، يعني من ناحية كيريوزيتي تحب استطلاع الأول، وبعد كده بيشوفوا فنها بيعجبهم فبيشتروا، وده كان أعانها على الحياة. والحقيقة أستاذ مصطفى أمين الحقام بدور كبير جدا برضو في المسائل دي، كان بيجيب لنا ناس عشان تشتري، وأستاذ أنيس منصور.